دكتور عماد، شنو هو اسم زيت الجمرة بالفرنسية؟ نعم، كاليندولا، الويل دو كاليندولا. شنو هي الوصفة اللي ممكن الزهرة زهورة تديرها لوجهها دهني فيه الحبوب، وبغات وصفة لتصفية البشرة ديال الوجه ديالها؟ نعم، إذا إلا عندنا البشرة دهنية فغنستعملوا هاد الوصفة هادي. غناخدو الزعتر، اليزير، وزيت نوار الشمس. إذا الزعتر واليزير معلقة صغيرة من كل حاجة، زيت نوار الشمس غادي ديرو 6 ديال المعالق كبار. هاد الخليط كامل غادي ديروه يسخن في حمام مريم باش المكونات ديال الزعتر واليزير يطلقوا لينا في زيت نوار الشمس. ومن بعد هاد الزيت هذا كتصفيوه، كدهنوه على البشره ديالكم مده ديال نص ساعه، من بعد كتغسلوه 3 ديال المرات في الاسبوع، وغداوموا عليه مده ديال 3 شهور. انا السؤال ديال شافيه كتقول لك الوصفات ديال ترطيب الشعر اللي فيها زيت نوار الشمس، واش المقصود زيت نوار الشمس ديال المائده اللي كنستعملوا في التغذيه وفي الطبخ؟ نعم، فزيت نوار الشمس ديال المائده فكيتعتبر حتى هو من جوده عاليه، لان كوميستيبل، يعني زيت نوار الشمس ديال المائده اللي غناكلوها، فاذا كناكلوها ما كضرناش فحتى البشره ديالنا ما فيهاش مشكل. يعني ديال الطياب؟ ديال الطياب ماشي مشكل. ما كايناش زيت نوار الشمس من لا فارماسي؟ لا، كاينه في لا فارماسي، ولكن حتى الا ما لقيناش، الا ما لقيناش في لا فارماسي وفي بارا فارماسي فيمكننا نستعملوا ديال الطياب. اذا كنخليو لك الاختيار شافيه، بغيتي تمشي تقلبي عليها في البارا فارماسي. كاينه زيت نوار الشمس الخاصه بالتجميل، ما كانش الامكانيه ممكن تستعملي زيت نوار الشمس المتوفر عندك في البيت ديالك اللي كتستعملي في المطبخ ديالك. تفضلي، شنو سؤالك؟ مرحبا. السؤال عندي، واحد المية عندها 26 عام، من كيجي الصيف كتحلها المسام وكيكثر فيها الحبوب بزاف، ما عرفتش الحساسيه، ما عرفتش. نعم، هذا في الفترة ديال الصيف. أكثرية في الصيف، ما في الشتاء شوية. نعم. الصيف كيكثر الحبوب والمسام كيبقاو محلولين بزاف. نعم، عادي، لأن عادي، يعني الحالة علاش في الصيف بزاف؟ لأن المسام كيكون تعرق، التعرق مع المواد اللي كنستعملوا للبشرة ديالنا، مع التلوث اللي كيكون على برا، هادشي كامل كيتجمع بحال واحد الكرة وكيسد لينا المسام. إذا ويلا تسدوا المسام، المسام كيتخنقوا، ما كيبقاش ديك الساعة التنفس كيدوز فيهم، وهادشي اللي كيعطينا الانتفاخ، هذاك الانتفاخ هو اللي كيعطينا الحبوب. اذا غنستعملوا هذه الوصفه هذه بالنسبه للبنيته وبالنسبه لكاع الاخوات اللي عندهم المسام مفتوحه وعندهم هاد الحبوب هذا اللي كينوض خاصه في الفتره ديال الصيف. اذا غادي ناخذوا الطين الاخضر لاغجيل فيغ، غادي ناخذوا خل التفاح والحليب دافي. اذا الطين الاخضر اللي فيه السيليسيوم، هذا السيليسيوم اللي كينقي لنا المسام، وكذلك كيجمع لنا المسام، كيرد لهم المرونه ديالهم باش ما كيبقاش فيهم ذاك الاتساع. خل التفاح مضاد حيوي طبيعي، والحليب دافي اللي غادي يعطينا تغذيه للبشره ديالنا. الطين الاخضر معلقه كبيره، خل التفاح معلقه كبيره ونصف، والحليب دافي غتاخذوا غير معلقه صغيره فقط. نخلطوا هادشي كامل، وغادي تدهن على البشره وكاع البلاصه اللي عندنا فيها الحبوب مده ديال نص ساعه، من بعد كنغسلو. العمليه غديروها 3 ديال المرات في الاسبوع، وغادي تداوموا عليها ان شاء الله 3 شهور، وفي الشهر الاول غادي يبدا كيطفى الحبوب ان شاء الله. دابا ملي كيدخل الصيف عندي الرجلي من التحت وايديا كيعودوا حمرين وكيبقاو يحكوني بزاف حتى كيخرج الصيف. هذا هو الفتره ديال الصيف. وكيكون عندك تعرق ولا لا؟ لا، غير كنبقى نحك هكا تضرب فيهم الشمس، كنبقى نحك النهار كله. نعم، واخا وصلت الفكره. سؤال ثاني. سؤال ثاني خارج شويه على الموضوع الا سمحت لي اختي سناء اخويا عماد. واحد السيده كان جابت لي واحد العشبه من السعوديه، كيقولوا لها عشبه مريم. نعم. وقالت لي راه مزيانه للولاده، ولكن اخويا عماد ما عرفش كيفاش غندير ليها، داك الشيء علاش انا بغيت نستعشر معك انت الاول باش. نعم اختي، واخا. عشبات مريم ولا كف مريم ولا عباءة السيدة، فهذو كلهم عندهم أسماء مختلفة. غير هو هاد العشبة هادي، واخا درتي التحاليل، درتي الأمور ديالك، مشيتي شفتي الطبيب؟ مشيت شفت الطبيب ودرت التحاليل وكل شيء، وقال لي عندك البويضات شوية ضعاف. نعم، إذا ضعف البويضات، شنو اقترح عليك؟ أنه يعطيك هرمونات ولا ما اقترحوش عليك؟ خرج لي واحد الخيطمة ودرتها ولكن ما جابش الله. نعم، غير هو واحد المساله ردوا ليها البال عافاك. نعم اخويا، خاصه هاد كف مريم، هاد عباءة السيده، وهاد النبته هادي، راه هاد النبته اصلا راه خصها يكون انسان اللي اختصاصي اللي كيعرف ليها. هادي من جهه. شنو هو الدور ديال هاد النبته هادي؟
دور ديالها انه كيسرع الدوره الدمويه. اذا الانسان الا ما خداش بطريقه سليمه شنو يمكن يوقع ليه؟ كيمكن الطونسيون تطلع ليه، كيبقى دقات القلب يرتفعوا، كيمكن الكلاوي يتاثروا. سمعنا والاخوات راه كلهم كيسمعوني وكيعرفوا. وكاينين نباتات اللي كتشبه ليها، بحال دابا عندنا مخلب الاسد كاين هنايا في المغرب، هذا مخلب الاسد ماده سامه، اذا كتشبه لعباءة السيده. اذا هذا الانسان مثلا غادي يقول لك انا جبت لك هذه النبته هذه وماشي قادي تساعدي، حيت هذه المساله نحيدوها من بالنا، حيت واحد الحاجه حيدوها من بالكم الله يجازيكم بخير. في بلادكم في المغرب 90% ديال الاعشاب الطبيه والطبيعيه والتجميليه اللي كاينه في العالم عندنا في بلادنا الحمد لله غنيه بهذ الاعشاب. وكاينين اعشاب لا في البلاد ديالنا ولا في المغرب العربي كامل، بحال مثلا الحبه السوداء اللي كنهضر عليها حبه البركه، ففين كتزرع؟ كتزرع حدانا يعني في الجزائر، وكتصدر للسعوديه وكتباع على اساس راه هي نبات في السعوديه. السعوديه راه الاغلبيه كاين مناطق صحراويه، اذا ما كتنبتش فيها النباتات. اذا هذا من جهه. باش 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 نختموا هذه المساله هذه، فاختي كنصحك انك ما تستعمليش هذه المواد. علاش؟ لان انت بعدا عندك البويضات صغار. اذا الا مشيتي خديتي الاعشاب، وخاصه بحال هذه الاعشاب اللي كيكونوا حارين، بحال هذه الاعشاب اللي كيكثروا الدوره الدمويه، فحتى دوك البويضات اللي صغار يقدروا ينقصوا، يقدروا ما يبقاوش، ويقدر يزرب عليك ان الدوره الشهريه تمشي. تفهمنا اختي؟ اذا النصيحه اللي كنصحك خوك عماد، غتمشي غتتبعي الهرمونات ديالك، لان هذا الشيء هرموني، هذا الشيء ما كاينش في الطبيعه. انا كون كانت شي حاجه في الطبيعه ما غنبخلش عليكم، ما غنبخلش على الاخوات اللي باغيين مواد في الطبيعه اللي كتكثر الهرمونات او كتكثر من البويضات. تفهمنا اختي؟ وحاولي تجنبي هذه الامور هذه. فهذوك الناس راه عندهم مقصود تجاري، وهذه الماده هذه ديال كف مريم نحاولوا نتجنبوها. باش نرجعوا للموضوع ايضا ديال البشره اللي عندها فيها الحساسيه. اذا بالنسبه للبشره اللي فيها الحساسيه، اذا هذا الحمرار هذا اللي كيكون في اليد، غادي تاخذي زيت البابونج وزيت لافوكا. اذا زيت البابونج وزيت لافوكا معلقه كبيره من كل زيت، وغتولي كدهني بها يدك ورجليك كل ليله، وتبقاي مداومه عليها حتى داك الحمرار ما يبقاش. ما يبقى عندك حتى شي باس ان شاء الله صباح، والله يسهل، الله يسهل لك في شي حمل وفي شي ذريه ان شاء الله كيف كتمنى في خاطرك. ملي شنو سؤالك؟ على البشره ديالي، انا عندي واحد البشره حساسه بزاف لدرجه انني الا قطعت غير البصله تتقطع مني. دابا في الوقيته ديال الصيف كنلقى واحد المشكل كبير، ما نقدرش نقرب العافيه لا في الفران ولا نخرج الشمس ولا تتحمر ليا بزاف بزاف. نعم اختي، خليك في الاستماع ان شاء الله، غادي نعطي وصفات لهذا الحمرار وهذا السخونيه كذلك حتى ديال البشره اللي كنحسوا بها من درجه ديال الحراره، ولا مثلا من الانسان اللي كيستعمل الفران ولا كيستعمل الطياب مثلا. صافي، وخليك ان شاء الله في الاستماع وغادي نفيدك، وهذه الوصفات غتستعملهم ويعطيوك. انا ماذا بيا نسولو خديجه دكتور عماد، واش عندكم شي واحد في العائله اللي عنده نفس الحساسيه؟ لا انا بوحدي، ولكن انا المشكلة ما كانش عندي هادشي الحقيقه، انا اللي خرجت عليها. هذا هو السؤال اللي كنت باغي نسولك انايا، واش استعملتي شي وصفه من موراها ولا عندك هادشي؟ كنت كنستعمل بزاف ديال الكريمات الحقيقه ضروني، كنت كنستعملهم وكنمشي بهم للبحر. نعم. من بعد داك الشيء ولات عندي هاد البشره هذه، يعني شفت بزاف لدرجه تصور راجع. نعم. غير الكريمات اللي كتمشي بهم البحر، واش كريمات يعني غير ديال مثلا كريم ديال النهار كريم دو جوغ، ولا كريمات كنتي كتستعمليهم مثلا باش كيبيضوا البشره؟ لا، هاد الكريمات ديال تبيض البشره كنت كنديرهم وكنمشي بهم هكاك، ما تنداعيهم لا كريم لا والو. لا ماشي كديري، لان بعض الحالات كاين بعض الوصفات. فشكرا بعدا كنشكرك لانك جبتي لنا واحد المجال اخر، واحد الوصفات اخرى، وخاصه وصفات اللي ولات اش نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله في الانترنت ولات متداوله. كاينين خمسه ديال الجروبات، كل جروب فيه تبارك الله واحد 18000 اخت، وكلهم صيفطوا لي كيسولوني على واحد السؤال. دابا ولات واحد الوصفه شهيره، اش كيديروا فيها؟ كيديروا فيها واحد البوماده زرقاء، راكم عارفين شنو هي اللي كتقشر، كانت كتستعمل غير بوحده. حنا ما 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 باش بدينا كنهضروا على ديك البوماده وكنحاربوا الاستعمال ديالها العشوائي وخاصه في الوجه، شنو ولا؟ ديك البوماده زادوا عليها بوماده اخرى، اللي هي شنو هي ديك البوماده؟ البوماده اللي كتستعمل للشامبينيون، البوماده اللي كتستعمل للفطريات، وكذلك كتستعمل الفطريات اللي كيكونوا في واحد المناطق خاصه. اذا اش كيديروا؟ كيخلطوا هذه البوماده اللي كتستعمل للفطريات
وانا ملي كنهضر هكا عارف بان الاخوات عارفيني علاش كنهضر. اذا كيستعملوا هاد البومادات الفطريات وكيخلطوها مع ديك البوماده الزرقاء اللي كانوا فيها لي كورتيكويد. اذا هاد البوماده ديال الفطريات اللي فيها ماده الكلوتريمازول والكورتيكويد ملي كيتخلطوا اش كيولي؟ كيولي مركب سام، مركب داير بحال الشاليمو على البشره. اذا ملي كيتحط على البشره كيحرقها والبشره كاع اللي كان باقي فيها شي امل ان ديك البشره تداوى فكيحيد هذيك البشره اللي كتعطي الوقايه. فالله يجازيكم بخير، ردوا البال لهذه المساله. كذلك البوماده اللي كتستعمل الحراق فيها ماده الدخولامين حتى هي كديروها وكتخلطوها مع الدواء الاحمر مع اليوزين اللي كيديروا السيدات من بعد ليبيلاسيون. نعم بلاسير. اكيد وكيخلطوها مع اليوزين يعني مع الدواء الاحمر. الدواء الاحمر مع هذه الماده هذه بعدا كتحرق. اذا الا حطينا على البشره ديالنا فكتحرقها كتسلخها وفعوط ما غادي نعالجوا الحمرار شنو كيولي؟ كيقدر يولي عندنا حرق من الدرجه الثانيه ويمكن تطور للدرجه الثالثه. اذا خلاصه القول، البومادات اللي كنستعملوا باستشاره ديال الصيدلي او الطبيب ديالنا هذه من جهه، والبوماده اللي كتستعمل لواحد الجهه معينه راه ماشي كتستعمل الوجه، والوجه ديالكم الله يجازيكم بخير ما تبقاوش اي حاجه تحطوها عليه واي حاجه ديروها عليه، لان الحساسيه لان واحد 70% ديال النساء ديال المغرب راه عندهم بشره حساسه. اذا غير باش نرجعوا للشهاده ديالك خديجه من ناظور، الشهاده ديال مستمعاتنا بصوتك وشهاده حيه مهمه انك كنتي كتستعملي الكريمات اللي تبيض البشره اللي كتفتح اللون ديال البشره وكنتي كتمشي بها وكتعرضي بها لاشعه الشمس وما كتستعمليش هذيك الكريمه الواقيه من اشعه الشمس، وانت اليوم يعني متاكده انه هي اللي خلقت لك هذه الحساسيه ديال البشره، ياك هذه شهاده بغيتي تقاسميها مع السيدات؟ كانت عندي البشره زوينه وبيضه وما فيها والو. ايه الواحد كيزيغ بغيت نزيد زعما شويه كنعرفت على راسي. واش شتي دابا شحال من سيده، انا شحال من مره كتعيط لي شي مستمعه كتقول لي وانا بغيت نبيض البشره ديالي اختي سناء، كنقول لها علاش بغيتي تبيضي البشره ديالك؟ هي دابا كتقول لنا انا كنت بيضه وبغيت نبيض. ففعلا راه شحال من وحده، نعاود ناكد معكم والله العظيم مستمعاتنا، الجمال هو الجمال، جمال القلب والروح، هو جمال الافعال، هو جمال السلوك، هو الجمال راه بعض المرات هو فكره كتكون في الدماغ ديالنا، ولكن فكروا فيها مزيان وعلاش كتقلبوا وشنو الفكره اللي عندكم في راسكم، واش هي فكره تستاهل او لا، وشنو هو الثمن اللي غادي تدفعوا باش توصلوا لهذه الفكره. فردوا البال حنايا فقط لانه قلبي عليكم، قلبي عليكم وقلوبنا عليكم. معنا لبنى من الدار البيضاء، صباح النور لبنى. وانا كنبغي نشكرك يا خديجه على الاتصال ديالك، وطبعا خديجه نوصيوها انه زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، هاد الزيوت هي دابا اللي تستعمل لانه هي اللي غتلقى عليها راحتها ان شاء الله. وهاد الحساسيه واش غادي تمشي دكتور عماد؟ دير مع الوقت، غير هي تحاول تفادى هاد المواد الكيماويه، دابا دير الواقي ديال الشمس ودير مثلا زيت اللوز الحلو دهنها كل ليله وان شاء الله تولي. وليكخون سولير او الواقي من الشمس خصها ضروري تاكد انها تاخذوا من لا فارماسي، يعني من بلاصه اللي مزيانه، وتاخذ ديزيكخون سولير اللي هما خاصين بالبشره سنسيبل، يعني بالبشره اللي فيها حساسيه مفرطه. نعم. وان شاء الله يكون خير خديجه. انايا عندي وجهي حساس بزاف، اي وصفه درتها له تيولي لي احمر وتيبقى ياكلني. وقولي لينا قولي لينا لبنى علاش، واش البشره كانت هكذا ولا عاد ولات؟ لا ما كانش هكا، حيت كان عندي حب شباب بكثره وكنت أيه؟ قالوا لي ديري له الحامض أيه؟ والقرفه. وشكون اللي قال لك هذا القرفه والحامض؟ درتها له ومن بعد بقى وجهي ولا لي هذاك الشفوف في وجهي كحل وخلى لي الحقاري في وجهي، ومن بعد بدات البشره اي حاجه درتها لها تضر ليا وتتولي لي حمراء وتبقى تاكلني. شحال ديال الوقت درتي الحامض والقرفه؟ شي شهرين وانا تندير له الحامض كل نهار. كل نهار واخا واخا. حسيت بوجهي ولا حساس بزاف، دابا باش سمع الدكتور عماد قال زيت اللوز الحلو درت وجهي هذه مده 3 شهور إيه؟ حسيت بالبشره ديالي بدات تتحسن الحمد لله. بديت ندير له الوصفه ديال الزعفران والعسل الحر، لقيت عليها واحد شويه ديال هذا، ولكن ما عرفتش واش نتبعها مره في السيمانه او جوج مرات، ولكن باش تنخرج للشمس تيجيني الحساسية. كنشوف بوجهي ملي كتخرجي للشمس. كديري ليكخون توتال، كديري واحد الكريمة واقية من الشمس.
تنديرها واش تنديرها. مشيت للفرماسيان وقلت له البشره عندي انا مخلطه دهنيه وهذا عطاني واحد واحد هذا ديال الشمش ميدما ميدما باش تنديرها تنحس بوجهي مزموط. كتحسي وخصك تبدليها، اذا تاكدي انه هاد الكريمه هذه اللي خديتي ماشي هي اللي ملائمه للبشره ديالك. ردوا البال مستمعاتنا ونتمنوا انه هذه شهاده واحده اخرى اللي غادي توصل للمستمعات واحد اخرين باش ما تبقاوش نهائيا تستعملوا هذه الوصفه. هي كتنهيكم لبنى، كتقول لكم هذه الوصفه كتخرج على الوجه الحامض والقرفه، يعني منهي غير منصوح بهم نهائيا الوجه، لانهم هما كيقول ياك لبنى حرقوا الوجه ديالك، كتحسي بهم حل حرقوا الوجه. دابا كنتمنى الدكتور عما تعطيني شي وصفه اللي ترجع لي البشره ديالي كيما، حيت ما بقيتش تنقدر عطاني كثير في الحناك ديالي بحال خلاص ندير السبليه باش نبرق هذوك الشفاريد اللي كوجي. نعم. وكنتمنى الدكتور عما ينفعني بهذا شي وصفه اللي ترجع لي وجهي كيما كان. من بعد المرحله ديال 3 شهور ديال زيت اللوز الحلو، شنو اللي دابا دير لبنى في هذه المرحله اللي وصلت؟ اذا ان شاء الله. فغير بغيت نسول الاخت لبنى، واش الزعفران الحر ولا الخرقوم البلدي اللي درتي؟ مع الاسف الخرقوم البلدي شريته وبقيته على يدي. نعم صافي ما عندي ما نسالك. اذا الوصفه ديال الخرقوم البلدي غادي ديرها جوج المرات في الاسبوع ياك، ولكن مساله اخرى، هذاك الزيت اللوز الحلو اللي كنهضر عليه فهذاك ما يتقطعش، هذا كيبقى دائما كتستعملوه من الليل الليل من الليل الليل. ضروري، خاصه انا شوف غادي ناخذوها قاعده اساسيه، اخوات اللي عندهم بشره حساسه، حتى الاخوات اللي ما عندهمش البشره حساسه، فزيت اللوز الحلو هذا يكون عندكم ديما بحال داك الكاس ديال الماء اللي كتشربوا قبل ما تنعسوا، او داك الماء اللي خاصكم في الحياه، فهاد زيت اللوز الحلو تبقى معكم ديما، غتبقاو ديروها من الليل الليل. هذيك زيت اللوز الحلو شنو غدير لينا؟ هذيك زيت اللوز الحلو غدهنوها في الاخر، هذيك غادي ترمم لينا كاع داكشي اللي داز في النهار. اذا اي حاجه ضرات منه البشره في النهار، ملي غندهنوا ديك زيت اللوز الحلو في الليل غادي تحاول تغطي لينا وتجمع لينا البشره ديالنا وتعالج لينا البشره ديالنا من داك الامور. اذا غديري الماسك ديال الخرقوم البلدي اللي فيه معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي مطحون، ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحور، معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو اللي غتخلطهم في حمام مريم حتى يولي خليط متجانس، كديروها ماسك مده ديال نص ساعه وكتغسلوه جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور، تغسلوا وجهكم من هذا الماسك هذا في العشيه في الليل يعني في الاسواق، ومن بعد قبل ما تنعسوا كدهنوا وجهكم بزيت اللوز الحلو وكتباتوا بها وداوموا عليها دائما. ومساله اخرى يلا بغيتكم تقيدوا، غادي نديروا واحد الورقه كل حصه كل حلقه اي حاجه ضرات البشره غادي نقيدوها في واحد الكتاب، هذاك الكتاب غادي نديروا فيه دونجي، هذاك الكتاب غنديروا فيه خطر، فاش هاد المواد باش اي اخت جات عندها صاحبتها ولا كانت خارجه ولا، هذاك الكتاب غادي تحاول توصلوا، وهكا غنوصلوا المعلومات وغنحيدوا هاد المعلومات الغلطه، وغادي نحاولوا ان شاء الله نتهناو ما بقيش الفلطه تعاود اكيد، ونتهناو من هاد الوصفات العشوائيه، ونتهناو ان الاخوات يبداو يتضروا في وجههم باش كلشي يستافد ان شاء الله. اذا اول حاجه غنقيدوا الحامض، غادي نقيدوا القرفه، غادي نقيدوا لي كورتيكويد. اذا الصيدلي من يمشي عند واحد البوماده بغيت نديرها لوجهي، الصيدلي عارف غتقول له الله يجازيك بخير دكتور، واش هاد البوماده فيها الكورتيكويد؟ البومادات كيما بغاو يكونوا الا ما استشرناش مع الصيدلي والطبيب ديالنا والودعه. وكل حصه غادي نحاولوا نهضروا نزيدوا في هذاك الكتاب ماده ما نستعملوهاش البشره ديالنا ولا في الحياه اليوميه ديالنا. تهلا فراسك لبنى، تحيه كبيره لك. عندي واحد الحقه هاد الايام دابا جايه شي شهر في اليدين شويه، انما الرجلين بزاف كنبقى نحك 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 حتى كيبقى داك الشيء احمر. نعم. ولكن البلاصه اللي كنحك اخويا عماد ما كاينه لا حبوبه لا تقشير غير والو. بالضبط فينا بلاصه في اليدين؟ فينا بلاصه في اليدين؟ فينا بلاصه في اليدين ديالك؟ اليدين بحال اللي قلتي في الجناب، في الجناب في الحاشيه ديال اليدين، ولكن الرجلين اكثر. نعم. في الخويه. واخا نسولك اللي تحت الرجل، عمرك درتي تحاليل ديال السكر؟ ما عندي سكر. كوليسترول الحمد لله رب العالمين، ما عنديش طونسيون، كوليسترول شي حاجه بسيطه بسيطه. لا واش قال لك الطبيب طالع شويه يعني شويه طالع؟ لا شويه لاني ديغنيير. نعم، حيت شوف حيت الكوليسترول كيدير هذه الحكايه هذه ياك؟ لان كان الا كنطالع الا كنطالع بواحد القيمه، حيت غير الا زدتي شويه في الكوليسترول في الماكله فانت ما ترديش البال، لان الوقيته فاش مشيتي درتي التحاليل كان نقص كان طالع واحد شويه، ولكن الفتره اللي نقدروا ناكلوا فيها يقدر يطلع الكوليسترول اللي يعطينا هذه الحكه هذه. المهم على اي حال، فالتهميد او التخفيف ديال هذه الحكه هذه سواء كانت حكه من هذه الامور هذه الداخليه او حكه ديال الحساسيه، اذا شنو غتاخذوا؟ غادي تاخذوا الخزامه،
وغادي تاخذوا البابونج، ولكن وراء يعني البابونج كازهار يعني الوريضات ديال البابونج، وزيت اللوز الحلو. اذا هذه غادي تكون كزيت مضاد للحساسيه والحكه. كنهضر على الحكه ديال الحساسيه العاديه، ما كنهضرش على الحكه اللي كتكون الفطريات. اذا الخزامه غتاخذوا لي منها معلقه كبيره، البابونج معلقه صغيره، زيت اللوز الحلو غادي تاخذوا نص كاس صغير. انا عطيتكم هذه القيمه كبيره باش تبقى عندكم الزيت هذه في الدار. اذا قلنا معلقه كبيره ديال الخزامه ومعلقه صغيره ديال البابونج في نص كاس صغير ديال زيت اللوز الحلو، كتخليهم يسخنوا في حمام مريم، كتخليهم ليله وكتصفيو هذا الزيت. وهذا الزيت كتوليو كدهنوا بها البلايص اللي عندكم فيها الحكه، اذا داك الحمرار وديك الحكه هذه كتصلح لكم وكتصلح حتى لوليداتكم، وداوموا عليها يوميا حتى تحسوا ان ديك الحكه طفات وما بقاتش. صافي، وديك الساعه يمكن لكم تحتفظوا بهذا الزيت هذه، راه غتبقى عندكم حتى لثلاث شهور ماشي مشكل. اسئله. يلا مرحبا. في السؤال الاول، انا كنت خديت واحد الكريمه من لافارماسي، تيصيبوه في لافارماسي. ودرت اختي لوجهي، ولكن في الاول كان تيحمر لي البشره ديالي. من بعد اختي دوك الحموريه بقات لي طبيعة كحلين. نعم. وهذا الكريم اللي خديتي لاش؟ اختي تيديروا لي لا بريباراسيون، تيصيبوه في لافارماسي. لا لاش خديتي هذا الكريم؟ لاي استعمال؟ خديت اختي غير لتبييض البشره. لتبييض البشره، اها. من بعد خلى لي طبيعه كحلين. غير بغيت نسولك اختي، هذه البريباراسيون واش عطاها لك طبيب ديال الجلد ولا خديتيها مباشره من الصيدليه؟ لا غير مباشره من الصيدليه. نعم فانا غادي نشرح لك، واحد المساله باش نتفاهموا. الصيدليه اللي كيصايب لي بريباراسيون هو الدكتور الصيدلي، اذا هو اللي عنده المقادير وعنده المقاييس. كاينين بعض الاخوان او كاينين بعض الناس اللي في الصيدليات ماشي الدكتور اللي كيصايب، كيصايبوا الناس المساعدين اللي كيكونوا عنده. اذا هاد الناس ما كيكونوش كيعرفوا الدوزاج. علاش؟ لانها كتستعمل بعض المواد الكيماويه بحال لاسيد غيتينويك، بحال كذلك لي كورتيكويد كيتستعملوا في هاد لي بريباراسيون هادو، ولكن داك الشيء المقادير والمقاييس كيعرفهم الدكتور الصيدلي. اذا بحال لاسيد غيتينويك الا زدنا فيه غير شويه، غير واحد قريصه صغيره، حيت حنا ملي كنهضروا على الصيدله كنهضروا في غرامات، فاش كنهضروا حنايا في المقاييس. اذا الا تزادت غير شويه فكتاثر على البشره وكيمكن تحرق البشره. اذا من هاد البلاصه كنقول الاخوان ولي كوليك ديالي والاخوان ديالي، لي بريباراسيون يحاولوا هما يصايبوهم بيديهم، لانهم هما اللي اكفاء باش يديروا هاد لي بريباراسيون هادو. تفاهمنا اختي؟ اذا انت دابا شنو غديري؟ بعدا غادي تحبسي لي اي ماده كيميائيه كتستعمليها. ياك؟ من جهه اخرى شنو غتخلي؟ غادي تخلي زيت اللوز الحلو اللي هضرنا عليها، غادي تولي كدهنيها من الليل لليل، وهذيك ما عمرها تخطاك من دارك. ثانيا غادي تولي تستعملي واقي ديال الشمس ضروري، غير هو البوماده ديال الشمس او واقي الشمس او ليكرون توتال. غتمشي وغتسولي الفارماسيان، غتقول ليه يعطيك ايبر سونسيبل، يعني جد حساسه البشره، ايبر سونسيبل بشره جد حساسه. وان شاء الله بقي نتبع هذه الامور هذه، وغترجع لك ديك البشره اللي تفقدات. من بعد واحد 3 شهور من تحسي بداك البشره ديالك صفات وما بقاش عندك هذا الحمرار، ما بقاش عندك هذه الحساسيه، فديري اختي الوصفه ديال الخرقوم بلدي وان شاء الله غادي تلقاي عليها الراحه. سؤال ثاني بالنسبه للوصفه ديال الخرقوم والعسل، ما عنديش العسل الحار. غادي ديري الياغورت الطبيعي، احنا لقينا لها واحد الحل، احنا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون كركما، غتخلطيها مع 4 المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، وغديري معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، غتخلطيها وغديريها ماسك ديال 40 دقيقه، ومن بعد تغسليها، غديريها 3 المرات في الاسبوع، وغداوم عليها مده ديال 3 شهور. غير هو دابا الماسك ملي كنديروا الياغورت الطبيعي فكنستعملوه، ما كنحتفظوش به، اذا كنستعملوه ديك الساعه وكنحيدوه، ماشي بحال العسل الحر، حيت العسل الحر كيبقى محافظ لينا على الماسك. اذا وان شاء الله في الشهر الاول غادي تبان لك النتيجه. أم رويدة كتسولنا على وصفة الآلام الأسنان واللثة. نعم، إذا الوصفة الآلام الأسنان غادي ناخذوا عويد ديال القرفة، 5 ديال القرنفلات فقط، اليزير معلقة كبيرة، إذا نعاود عويد ديال القرفة متوسط، 5 ديال القرنفلات واليزير معلقة كبيرة، ولكن هنا غادي نديروا نص سيترو ديال الماء. نخليو هاد المكونات يطبخوا فيه مزيان، كنصفيو داك الماء. وهذاك الماء كناخذوا نص كاس منه، كنشللوا به الفم ديالنا 3 المرات في اليوم، وكنداوموا عليه يوميا مده ديال شهرين، وان شاء الله في الشهر الاول التا كترجع للحاله الطبيعيه ديالها. ام زياد كتسولنا على وصفه لتساقط الشعر، كتلقاه قالت لك في الفرق.
كان ولات كتخاف تمشط شعرها لا يطيح ليها ويبقى في يديها. وعندنا على نفس الموضوع الاخت زيزي اللي كتسولنا على الوصفه اللي كنتي قدمتي دكتور عماد، الصينيه القديمه لحل جميع مشاكل الشعر، واللي كتقول لك انه جاتها ربعه ديال الورد يمكن كثيره، كنتي عطيتي فيها ربعه ديال الروز، ربعه ديال الورد، برتقاله مقطعه على ربعه، سكنجبير خضر خمسه ديال الدوائر، لتر من الماء المغلى، وقلتي على انه كل هذه المكونات كتوضع في الماء المغلى وكتخليهم في قاروره مغطاه في مكان معتدل الحراره، ثم كيتصفى الخليط وكتشقق به السيده شعرها لمده ديال ساعه، وكيتغسل ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، كتستعمل لمده ديال 3 شهور. السؤال ديالها هي واش ربعه ديال الورد ماشي كثيره؟ نعم، ربعه ديال الورد انا كنحاول نعطيكم مقادير على حسب البيت، على حسب نتوما شنو كتستعملوا في الحياه اليوميه. فعلميا ربعه ديال الورد 250 غرام، 250 غرام ملي كنحطوها في طرو ديال الماء كتعطينا داك الكول الطبيعي اللي عندي به الغرض، عاد باش كتخرجوا لنا بواحد القيمه كافيه باش يمكننا نستعملوا الشعر ديالنا. اذا ديك ربعه ضروريه، ما نزيدوا عليها ما نقصوا. ملي كنديروها في طرو ديال الماء عاد باش كتطلق لنا قلت الكميه اللي خاصني ديال الكول باش نحاربوا التساقط. اذا واش هاد الوصفه تصلح الام زياد اللي عندها تساقط الشعر؟ هاد الوصفه الصينيه القديمه تستعملها، وتستعملها جوج مرات في الاسبوع، وتداوم عليها ان شاء الله مده ديال 3 شهور وما يبقى عندك حتى شي. بس شكرا لك دكتور عماد.